حلقة جديدة من بالهنا. النهاردة عاملين حلقة كلها ألوان وأطعمة مختلفة وحلوة قوي قوي قوي. أول حاجة هنعملها هو الكرنب الأحمر، وده زي سايد ديش أو طبق ممكن نحطه على جنب كده ناكله مع رز مع فراخ مع ديك رومي مع لحمة كده، كل حاجة طعمه حلو جدا. وتاني حاجة عاملينها عاملين جمبري سبايسي جميل جدا جدا جدا. ونبتدي في أول أكلة اللي هي عبارة عن كابج احمر، الكرنب احمر، عصير رمان، تفاح، بصل، سكر، بهارات، ملح وفلفل وزيت زيتون. الفكره سهله وظريفه، احنا عمرنا في حياتنا او مش عارفه لو في منكم بعضكم طبخ الكرنب الاحمر ده، شوفوا لونه جميل ازاي، حتى كديكوريشن حتى لو عندنا ناس جايين نحط كده طبق كده. هو عارفين اللبنانيين والسوريين والناس دي دايما يعملوا جاط الخضره ويبقى البتاع ده كده مفتوح وبياكلوه كده اهو عادي. احنا بنعمله سلطات، ودلوقتي انا حاجه دي اخدتها من اخواتنا الانجليز بيعملوها حلوه قوي، بتبقى في وقت الكريسماس واحنا ده في وقت الكريسماس، فعشان كده ايه قلت اعمله لكم. فنبتدي على طول نقطع كل الحاجات، وبعدين هنشتغل على كله وبيبقى مع بعضه. سبحان الله، شايفين الالوان وجمالها يا جماعه، حاجه منتهى الجمال. والكرنب الاحمر ده يا جماعه من اكتر الحاجات اللي فيها مواد ضد الاكسده، انتي اوكسيدنت عظيم. خلاص حطيتي هنا كده اوكي. ايه تاني حاجه؟ التفاح نقطعه برضو. انا البصلايه الحمراء اوريدي مقطعاها، قلت عشان ايه ما ناخدش طول وقت الحلقه في تقطيع الحاجات، نشيل بس الايه بتحصل. كله احمر في احمر. طيب هقول لكم حاجه عشان احنا ما نفضلش نضيع وقت في التقطيع، انا هبتدي على طول دلوقتي اصفر شويه البصله اهو. زيت الزيتون، نحط البصلة ونسيبها بقى ايه تبتدي تتشكشك كده مع بعضيها، تبتدي تصفر، ونبتدي نقوم حاطين كل الحاجات مرة واحدة مع بعض. نقطع التفاحات التانية، عايزة سكينة صغيرة بس ايه برضو ايه ممكن نتعامل مع السكينة الكبيرة مفيش مشكلة. Thank you.
انا مش سامعه اي حاجه بتحصل في البصل، عايزه اروح ابص ايه اللي بيحصل فيه. اهو يبقى البصل والكرنب والنعناع او الرمان والسكر البني والملح والفلفل وخلاص. نجيب بقى هنا المعلقه ونبتدي نصفر شويه البصله. وانا هنزل ده كده كله هنا. بحبها شويه تبقى كرانشي، ما بحبهاش تبقى مستويه زياده عن اللزوم. يعني اول ما بس الكرنب يدبل مش عايزه الحاجات تبقى ميه، لا عايزاها ايه. هنشوف مع بعض هيبقى شكلها عامل ازاي. والتفاح ومع التفاح دلوقتي هحط السكر البني عشان عايزاه يعمل زي كراميل كده مع الحاجات كلها. معلقتين على طول مش عايزه برضو التفاح يستوي قوي، هنزل على طول بالكرنب. تقليبه كده سريعه، مش عايزاكم تتخضوا، الحاجات دي كلها هتقل خالص. وهنسويه انا جبت حله صغيره شويه، كنت المفروض اجيبها اكبر بس انا قلت ايه هو اصله بيخس، فهتشوفوا هيبقى بعد كده قد ايه في الحل. الزيت والبصل عايزينه يبقى في كل حته اهو. التفاح هي شكلها حلو كده كمان، ممكن نعملها كده كسلطه برضو تبقى حلوه قوي، بس المره دي بقى قلنا ايه نعرفكم حاجه اللي عند اخواتنا الانجليز. هما مش اخواتنا قوي بس يعني ايه قعدوا عندنا شويه حلوين. شويه بهارات وتقليبه كمان اهو. اوريدي بدا ينزل خلاص الكروم، بدا خلاص اهو يهدى بالظبط زي السبانخ، الحاجات اللي بيبقى فيها ميه بتفس على طول. ودلوقتي هنحط عليه كوبايتين ثلاثه عصير عنب كده. نسيب كل الحاجات دي تستوي بقى مع بعضها، وبيبقى صوص يجنن حتى لو مع شويه بطاطس سوتيه او حاجه، بيبقى حلو جدا جدا فعلا. بس نخلي بالنا واحنا بنتعامل مع الرمان عشان برضو بيبقى بطريقه مش لطيفه خالص. هحط له الملح والفلفل بتاعه دلوقتي، كل الحاجات والفلفل وتقليبه كمان، ونسيبهم بقى ايه يستووا مع بعضهم كده اهو. اوكي وخلاص كده، كده خلصنا الجزء الاولاني من الحلقه بتاعتنا. هنرجع لكم بعد الفاصل بشوية جمبري لطاف جدا جدا جدا. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا
اهلا بيكم معايا مره تانية في بالهنا، والنهارده عاملين السايد ديش او الاكل الطبق المصاحب بتاع حاجات كتير جدا قلت لكم عليها قبل الفاصل، اللي هو الكرنب الاحمر بالتفاح وسايبينه يستوي. تاني اكل عندنا النهارده هو الجمبري السبايسي الحراق بشويه بهارات مختلفه شويه. اول حاجه هقول لكم على المقادير، عندنا الجمبري طبعا 8 جمبريات بس، ها لو جابوا لكم اكتر من كده ما تطبخوهاش. ليمون، زعتر، توم، قرفة، شطة حمراء وشطة وفلفل أحمر متقطع صغيرة. نبتدي على طول. أول حاجة هنعملها إحنا هنحط الزبدة. النهاردة مش هنشتغل بالزيت، هنشتغل بالزبدة. أنا عايزة إيه حلوة حتة الزبدة كده. ملعقة صغيرة شوية توم لطاف مع الفلفل الأحمر المقطع صغير بس ريحة تطلع. نجيب الملح والفلفل هنا، املح وفلفله من وهو في طبقه. برضو نخلي بالنا دايما في التوم، دي بتبقى تركة دايما، اول ما بيتحرق الدنيا بتبقى مش لطيفة خالص. ريحته هي طلعت وبقت زي الفل. ومنزلين على طول دلوقتي بالايه؟ بالجعبري. وهزود شوية زبدة كمان غالبا. الجمبري مش عايزين نقلبه ولا نعمل اي حاجه، شايفين يا جماعه شكله بيعمل ازاي؟ شايف هو بيفتح وبيبيض او بيحمر، مش بيبيض، وبيبقى اوباك. هو ده كان قصدي على البيضان، ان هو ما بيبقاش بيلمع، لا لونه بيكتم كده. نحط حته زبده تانية. ابص بس على الكرنب فين يا جماله. يعني اكيد بناتنا كلنا هيحبوه لان بقى لونه بيربل او بنفسجي. عارفين البنات في السن اللي يحبوا كل حاجه فيه بامبا وبنفسجي، فهو ده اكيد بناتنا الصغيرين هيموتوا في الاكله دي. وبعدين هي سويت اند ساور، يعني مسكره وحادقه، فهتعجبهم جدا. وبعدين مستويه في ايه يا جماعه؟ دي مستويه في عصير رمان، يعني في ايه احلى من كده؟ هجيب شوكه تانية ونشوف هنا. ايوه بدا ياخد اللون الحلو. انا ما كنتش حطيت له ملح كفايه، وهحط له وهو في المرحله دي شويه قرفه كده بسيطه بسيطه جدا. شوية زعتر واخر حاجة هنعملها فيها خالص هو ان احنا نحط ايه عليها؟ عصرة ليمونة، نص ليمونة. بس اول ما يدخل في السوق، عشان انا عايزة ليه بعمل بقى الليمونة دي؟ علشان كل الصوص ده يعملي شوية صوص حلوين عليها. أكلة سهلة وسريعة جدا، تتاكل كده بتوث بيكس، يعني بالخلة دي. عارفين لما الواحد يعمل طبق والناس يحطوا ويفضلوا يلقزوا كده، أو بصنارة فعلا ممكن يصطادوه أو يخللوه. وبعدين نحطه على توست لو نحب ناكله كده، ناكله مع شوية رز أبيض يبقى لطيف جدا برضو. ودلوقتي في المرحلة دي اللي احنا فيه هننزل بقى بإيه؟ شوفوا ايه اللي بيحصل.
ده الصوص اللي احنا عايزينه. الجمبري لما بياخد وقت زياده كتير على النار بينشف، لازم يبقى الجمبري مويست، يبقى طري كده وانت بتاكله، ما يبقاش مقدد. ونبص بصه تانية هنا اهو، يا سلام، دي كمان تقريبا خلاص خلصت، ما بتاخدش وقت خالص في السوا، وريحتها جباره هي وهذه الاشياء. انا شخصيا النهارده افضل اكل الجمبري ده بشويه رز، ولا ايه؟ الرز مع الجمبري عمره ما يقول لا برضو. الرز بتاعنا اهو، خلاص نكسها جامد كده. صوت ال بس خلاص نكسها بقى كده كويس عشان ما تقعش. يا سلام، اربع جمبريات لكل مواطن، يعني الواحد يعمل له اربع جمبريات، وكل اتنين كل يعني كل واحد ياخد اربعه. اوكي اهو اهو، ننضف ده بعدين. انا هحط بقى كل الجمبري هنا يا جماعه عشان هي الاكله بتاعتنا كلها 8 جمبريات، يعني هنتخانق فعلا، مش هينفع يعني كده. لا مش هقدر اعمل الحركه دي، نجيب حاجه سهله كده عشان ما نبوظش طاستنا الحلوه الجديده. دي وخلاص الاكله الاولانيه، انا حطينا لها زعتر، فهنحط الزعتر هو اللي هيبقى ايه، نحطها هنا كده في الليمونه وفي على الرز وترانشايه ليمون. بالليمونه بقى شايفين يا جماعه، الواحد بقى ايه يقول لك الشطره تغزل برجل احمر، يعني ايه عشان ما نحطش بقى 75 حاجه، هي برضو اتنيلت اتعملت. خلوني اعملها بالكينكس بطريقه مظبوطه بورق المطبخ اهو. انا قاعده سايبه الكروم بيستوي على قد ما اقدر، اعمل اربع ترانشات. واهو الطبق الاول خلصنا منه، ودلوقتي بقى الطبق الثاني. ها اخبارنا ايه؟ ده احنا بقينا تمام جدا، عظيم عظيم عظيم. شيله كده من على النار، شايفين ما بقاش عصير الرمان ده، ده اللي بقى بنحطه على فوق البيريه او فوق الرز او الحاجات دي، بيبقى جميل جدا جدا جدا. نحط بقى الطبق اللي هنقدم فيه، بما ان احنا قلنا الكبش كله مقطعينه طويل، فاللي هعمله ان انا هقدمه بتاعه الباستا. شايفين كانها مكرونه كده عندنا. حاجات شوية مختلفة، أنا عارفة الناس ممكن تتخض، بس جربوها. وفي الكريسماس وفي النيو ييرز والحاجات دي دايما بتبقى حلوة قوي، هفضل أعيد وأزيد إن الترابيزة تبقى ملونة وجميلة.
ده ايه اللي بيحصل عندنا هنا ده؟ مش عارف. وحط بقى شوية ايه من السوب العظيمة بتاعت الايه الرمان دي اهو. وحاجة خضراء برضو نستعمل الثايم. كده حلقتنا النهاردة مع الجمبري السبايسي بالقرفة والكرومب الأحمر بالتفاح المستوي اللي بناكله مع البيوريه والرز ما عندنا أهو. ياريت تجربوه على السفرات بتاعة الحفلات اللي جاية عندنا اللي هي نيو ييرز، الروس السنة، الكريسماس والحاجات دي كلها. يا رب تعجبكم وأشوفكم مرة تانية في بلهنا. Thank you.